مساء الخير. في خوف غريزي بيخلق معنا، وفي خوف منتعلمه، وخوف منتبرمج عليه. الولد الصغير بتعرفه بيخاف من الأصوات العالية، وكمان بيخاف من المرتفعات. بس عدوا معي: الفشل، الإحراج، الرفض، تغيير الهوية، الخوف من إنه المصعد، الخوف من الكرافات ما تكون ظابطة، من الفستان كمان ما يكون ظابط. هودي كلهم مخاوف بس عند الكبار، والقاسم المشترك بين كل هالمخاوف إنه تعلمناها. الولد بيخلق إجابة، بيحس إنه كل الكون إله. إذا بده شيء مستعد من هلأ لبكرة يضل يصرخ لحتى يحصل على يلي بده إياه. كم مرة كان بدك إشياء واستحيت إنك تطالب فيهم؟ كان بدك شي مرة مصاري من الناس واستحيت تطالب فيهم؟ كلنا هيك مش وحدك. بتعرفوا الولد قادر يمشي بالحفاظ حتى لو عامل الكبيرة. كم مرة أنت لغيت السهرة بس لأنه الفرق ما كان ظابط ورجعت على البيت؟ كلنا بنعمل هيدا الشيء. على كل حال، تتخيلوا شي مرة شي ولد عم يطلع بأمه ويقول شو في لي، طلع لي وراك مثلا؟ بس نكبر بنصير نفكر بكل هالأمور. فيني عدلكن ساعات كيف الولد الصغير بيسبق الكبير، خاصة بموضوع الخوف. شوفوا معي. Pardon. ما حدا سألني قبل هالسؤال هذا. بخاف من السخونة، بخاف من الموت، بخاف بصير أسأل لوين واصلة أنا بالحياة. بخاف من بخاف من صوت الأمبولانس، بخاف من صوت السيارة اللي دفن الموتى. أكثر شيء بخاف على مستقبلي لأنه بيكون مجهول. أكثر شيء ما يصير الواحد مثل ما بده بيكون حاطط قبل براسه. حدا يريد يصير معه شيء؟ بمجرد فكر إني بخاف بجرب أتجنب هيدا الشيء تما خاف. الكلب الحيوانات بخاف منهم. ما بخاف. بخاف مثلا افقد واحد من حواسي، مثلا بطل الاشعه مثلا. بخاف غير من الله. بخاف من الظلم. اخسر حدا يعني بحبه. شو بخاف؟ من ولا شي بخاف. ولا شيء. ولا شيء. لا صراحة ماشي. ليش؟ قلبي قوي، إيماني قوي بالله. ما بخاف من شيء. من الحيوانات المفترسين. كروكوديل. ماشي. أكل. أنا أبضاي. شفتوا مين القبضاء بهالعملية؟ الخوف شعور طبيعي ومرات مهم. تخيلوا انه هلا عم يولع الاستوديو بس لانه نحن ببرنامج عن الايجابية قال نقرر نضل قاعدين، لان ليش نحن ما بنخاف؟ تروح علينا. بتعرفوا هيدا خوف انساني، ردة فعل طبيعية لانه في خطر عم بيهدد حياتنا. حتى نحن بجيناتنا حاملين من جدودنا خوف ومشاعر تانية بنحكي عنها بعدين بالبرنامج. بس الليلة رح نتوقف عند الخوف يلي بنتعلمه والخوف يلي منتبرمج عليه. جان بيخاف من الارتباط،
فأي نوع من أنواع الخوف برأيكم عم بيعيشه؟ رح يخبرنا أكثر ورح نحاول نشوف إذا ممكن نعدل له رأيه. نستقبله سوا. شرفتني جان، أهلا وسهلا فيك، تفضل. جان، أنت بتخاف من الارتباط، شو اللي وديك لهون؟ يعني شو وديك، شو يلي أخذك لهالقرار؟ أول شيء أنا بخاف من الارتباط بسبب كذا علاقة فاشلة أنا وصلت إني أقوم فيها. نعم. والعلاقة والسبب الأكبر هو علاقة أمي وبي، كمان وصلت للفشل. نعم. هيدا كمان سبب بخوفني إني ارتبط. رح نحكي عنهم اثنيناتو، بس لما بتقلي كذا محاولة، قديش من هالكذا؟ كم كذا؟ يعني أنا فتشت على الحب كتير، بس مرة واحدة وصلت لعلاقة جدية وكانت ممكن إنه يصير فيها ارتباط، وبس وصلنا للارتباط كمان بلشت المشاكل، فأنا من وراء هيدي العلاقة بطلت. ليك جان، يعني الكذا طلعت علاقة؟ إيه مبدئيا علاقة. كم مرة تعلمت السواقة قبل ما تعرف تسوق؟ أكيد كذا مرة تعلمت السواقة. بالحب كمان كذا مرة. بدنا نفوت على أكثر من علاقة ونختبر ولحتى نتعلم منه. قلت لي كمان علاقة والدي بوالدتي شكلت إذا بدك ركن أساسي بهالقرار اللي أنا أخذته. شو كان بهالعلاقة؟ إيه، لأنه بالرغم من الحب اللي كان موجود بين والدي ووالدتي، كمان هيدي العلاقة بسبب المسؤولية الزوجية كمان وصلت للفشل. نعم. هيدا سبب كبير إني أنا أصير خاف من الزواج. جان، يعني بطفولتك شو في صور عن هالعلاقة بين والدك وبين والدك ووالدتك؟ هلا في صور حلوة وفي صور بشعة. أكيد في صور حلوة، هو كان في حب بيناتهم وكان في علاقة حلوة، بس الصور البشعة هو كان في مشاكل وكان في مسؤوليات وتهرب من المسؤوليات. هيدي الصور اللي بذكرها من علاقة والدي ووالدتي. هالولد يلي كان اسمه جان هو صغير، بأول علاقة عن الحب تعرف عليها لقى أنه هالعلاقة فيها مشاكل. نعم. مشان هيك هو أخذ فكرة على أنه كل علاقة حب رح يكون فيها مشاكل. بيقول لك شيء هالكلام؟ يعني هالتعميم أنك أنت تحكم من علاقة وحدة يلي هي علاقة أمك وبيك ومن علاقة وحدة أنت عشتها. ليك مثل ما قلت انه هو اول انطباع لي كان عن طفولتي علاقه امي وبيي. نعم. انا كنت شايف هالحب وبلشت اشوف المشاكل وبلشت اشوف الحب عم بيروح. اكيد هيدا سبب كبير وكافي بعتقد انه انا صير اعطى الهم اقدم على الزواج او على العلاقه. نعم. وانا كمان قلت لك عشت خبره كمان كان فيها حب وحب كتير قوي ودامت وقت طويل، كمان بس وصلت للارتباط الجدي كمان صار فيها مشاكل وفيها مسؤوليات وتهرب من المسؤوليات وقلة احترام وهيدا يعني هودي بيخلوا الحب يموت. نعم. مشان هيك انا حابب اعيش الحب، ماني حابب اعيش الفشل. بس انت حابب تعيش الحب؟ اكيد. أنا يعني اليوم اذا بنضمن لك انه في علاقه حب رح تكون وتستمر، انت ما رح تخاف منها؟ بخاف ارتبط لانه بخاف يروح الحب، بس أنا أكيد بحاجة للحب، كل إنسان هو بحاجة للحب. أكيد جان، بس أنا بتعرف شو حبيت فيك؟ نعم. حبيت كيف عم تتعاطى لما قلت لي إنه خلصت العلاقة صار فيها مشاكل، صار فيها قلة احترام، ما كبيت اللوم على الطرف الثاني. لا أكيد، يعني يمكن أنت أنا بتتحمل جزء من المسؤولية بإنتهاء العلاقة؟ نعم أكيد أنا بتحمل جزء من المسؤولية، لأنه هو التقصير أكيد بيكون صار من الملتين، لو ما صار من الملتين ما كان إنه خلصت العلاقة. خلصت العلاقة. طب تعا أنا وأنت نعمل ميزان لهالخوف من الارتباط، لأنه نحن كل مرة بنشعر بحالة خوف لازم نعمل ميزان. شو رح يخسر جان إذا ما ارتبط؟ إذا ما ارتبط أكيد هلأ رح أخسر الاستقرار ورح أخسر جو العائلة والحب وأنه يكون عندي استقرار وعائلة وزواج، أكيد هيدا بدي أخسره. طب شو حتربح إذا ما ارتبط؟ حأربح رياحة البال، حأرياح الهموم والمشاكل. أي أهم؟ اثنيناتهم مهمين. لا بدك تنقي لي، نقي. أي أهم؟ أي أهم؟ لا بالنسبة لي رياحة البال هي أهم. رياحة البال أهم. إيه، إنه ما يوصل الإنسان للفشل هيدا أهم كمان. مش كل إنسان دعوته بالحياة إنه يتزوج، في ناس كتير دعوتها بالحياة منا مسؤولة إنها تتجوز، منا قد إنها تتزوج.
أنا بعدني عم اختبر حالي، ما في أعطي الأوكي لحالي إنه أنا قادر أتزوج أو قادر أقوم بعلاقة أو ابني عائلة. لا أنا بعد بدي كتير يمكن، وحاليا أنا ماني حاضر. قديش عم بتبعد عنك علاقات عاطفية لأنك عندك خوف من الارتباط؟ أكيد عم بعد علاقات كتير عني، أكيد مزبوط. هيدا الشيء الخوف بيخليني إنه أهرب من بعض العلاقات وأهرب من بعض قصص الحب. طب جان عندي سؤال لك. نعم. جان بيستاهل إنه يحب وإنه ينحب؟ أنا بستاهل إني أحب وأنحب. أعطيني دليل. أنا بستاهل لأنه أنا بعرف حب، بعرف انغرام، بعرف عيش قصة حب، بعرف اهتم، بعرف أعطي الشريك الآخر. إذا أجت حدا، إذا أجت وحدة وشلت لي هالخوف وكانت قد المسؤولية وقد إنها تفوتني بعلاقة، أنا حاضر. ليه ليك جان، خليني كمان أكون حقيقي معك. لحتى يشلك من هيدا الخوف ما حدا بيشيله غيرك. لا ما حدا بيقبعه غيرك. بس تقول لك شغلة، بعد ما شعرت بالخسارة الكبيرة، لأنه أنت قلت لي لما سألتك بين الخسارة والربح، بعد ما شعرت بالخسارة الكبيرة على أنك أنت ما ترتبط، وتبه يمكن ما تشعر فيها، بس بتعرف باللحظة اللي حتشعر عن جد بالخسارة الكبيرة على أنه مش هيك قلت لي أنا بستاهل أني حب وبعرف حب، لما هيدا هيك من جوا حيبلش يغلي، هو بيكون أول دافع على أنك أنت تتخلص من هيدا، تتخلص من هيدا الخوف. بس إذا بدك نصيحتي، أنا في عندي لك مجموعة من النصائح. أول شيء تعيد النظر بالمعتقد يلي عندك إياه عن علاقة أمك وبيك. علاقة أمك وبيك هن اثنين. بتعرف اثنين مرتبطين وبعضهم مرتبطين؟ إيه في اثنين مرتبطين وبعضهم بلا ما تقول لي مين. حط الصورة ببالك. إجا على راسك زلمة ومرة. نعم. مرتبطين. نقي لي كوبل تاني كمان مرتبطين. كوبل ثالث. أوكي. ما طلقوا. كوبل الرابع علاقتهم كتير منيحة. ما في كوبل الرابع عليه كثير. شو عرفك؟ للاسف يعني انا عايش بالمجتمع بعد لحد شو عرفك؟ ما 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 شفت حدا بعد الزواج. بس انت بتفوت على قلب العائله وبتعرف. ما هيدا اللي عم شوفه من برا. هيدا اللي عم تسمعه من برا يا جان. نعم يعني شو اللي يشوفه من جوا. هيدا اللي عم لا مين قال لك؟ ما بنعرف يا جان، هودي معتقدات. بتعرف لما كنا بصف السيزيام بدنا نطلع على السانكيام كانوا يقولوا لنا اوعى اوعى تقربوا، هيدا كثير الصف صعب. كمان نفس الشيء بالزواج، كل المجوزين بيقول لك اوعى اوعى تقرب، اوعى تقرب وشو بدك. ليك جان، الحياة فيها حلو ومر. العلاقات العاطفية اصلا اذا ما كان فيها مشاكل بتكون باردة. العلاقات اذا ما كانت كمان فيها هيك شوية حدية بتصير سخيفة. بقى انا اللي بدي اقول لك اياه، لازم بس تبتعد عن شغلتين، عن التعميم يلي نحن عاملينه من وراء علاقة وحدة، وعن انك تفتش على ناس عن جد هني بعلاقة وبعدهم بعلاقة، وقل لهم شو سر بقائكم بهالعلاقة وشو سر انه الحب يضل عايش. لك يا جان، في كتير ناس ما بيؤمنوا بالحب، بس كل الناس اللي آمنوا بالحب وعطوه من زخم بدلهم الحب بشي حلو. سو إذا أنت مستعد تحب، أكيد الحب رح يبادلك بشي حلو، بس تعيد النظر. لك أنا بعيش كل يوم بيومه. هلا أنا حاليا بخاف من الحب، بخاف من الارتباط. ما بعرف بعدين شو بيكون مخبى لإلي. لا اكيد الايام الحلوه ناطرتك اذا انت كنت مستعد، ومثل ما قلت انت الاستعداد لانك انت تدخل بعلاقه عاطفيه هو اهم شيء لحتى انت توصل للشيء اللي بدك اياه. ومش حلو ابدا ندخل على شيء استنادا للخوف، لازم نشيل الخوف مثل ما قلت وندخل على العلاقه العاطفيه. ممكن. بدي اشكرك كثير لحضورك، وشكرا لانه شاركتنا بهيدي القصه، وبتمنى لك نحن كل الخير. كلك ذوق وانا بشكرك. شكرا جان. فيكم تتواصلوا معنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بتلفزيون جديد، استعملوا هاشتاغ صار وقتها. شو في ما بخوف؟ كثير حلو السؤال. اوف سؤال صعب. بطلع على مطرح وكب حالي. اكزاكتلي، لا عنده ولا مخ. بمعظم الأحيان الخوف اللي تعلمناه مثل الخوف من الإحراج مثلاً بيبين من خلال التأجيل وأعطاء أعذار لعدم القيام بخطوة أو بحركة. الخوف من التحدث أمام الجماهير والخوف من الموت هن المخاوف يلي حسب الأحصاءات بيعاني منهم عدد كبير من الناس، ومن بعدهم بيجي الخوف من العناكب والعتمة. الخوف ممكن يوصل لإدمان المخدرات والكحول حسب الدراسات، ويلي كمان أظهرت أنه 53% من الرجال بفضلوا عدم البوح عن خوفهم على صحتهم لأنه بيعتبروا الأمر ضعف. طيب كيف ومين برمجنا على الخوف والقلق؟ الجواب مع الدكتور نصر خازن المعالج النفسي والدكتور بعلم النفس الاجتماعي يلي منستقبله سوا.
اهلا وسهلا فيك دكتور خازن، تفضل. دكتور خازن، الانسان بطبيعته مخلوق ليشعر بالامان ام ليخاف؟ لا اكيد اكيد ليخاف. ليخاف؟ اكيد. يعني نحن بطبيعتنا البشريه منخاف، منا يعني معدين لنشعر بالامان بالمطلق. انا اذا بدك بقله بالسؤال، شو في ما بيخوف؟ أوكي. من اول ما يخلق الواحد كل شيء بيخوف. قصدك من يلي حواليه؟ من كل شيء. هل رح اقدر اعيش؟ هل رح يهتموا فيي؟ هو بيخلق الانسان ما عنده ولا قدره انه يعيش ذاته، انه يهتم بحاله، وعنده اجباري انه يكون بتبعيه مطلقه. نعم. لمحيطه. يعني نعم. تصور حدا مشلول وبيموت اذا ما حدا اهتم فيه. نعم. طيب، لكن في حدا بيستغل هالخوف الغريزي لحتى يحوله لصالحه، صحيح؟ مين ممكن يستغله؟ يستغل او يخدم هالنقاط ضعف، لانه الغريزه خلقت كمان عند الام وعند البي، بس خلقت اكثر شيء عند الام هالغريزه اللي بتخليها انه تفدي بحياتها، وهذا الشيء يعني عند كل الحيوانات موجود. نعم. بس يبقى فتره معينه محدوده بالوقت الانسان طورها ووصلها وتدخل وبني عليها امور بركي اقوى او اخف، يعني كمان الاجهاض مثلا او ترك الولد لاقدر انا اعمل حياتي او لانه ماني قادر اتجوز، كل هو يعني تحت وفوق الغريزه تدخلنا وبنينا قصص خاصه فينا. بس ما بيمنع انه الخوف هو اساسي، وبرجع بقول الولد وقت يخلق كمان يعني طبيعة عملت بشكل انه هو ما بيكون بيفهم تيخاف. أوكي. لانه الخوف ما بيقدر يجي غير من الادراك. نعم، لانه احنا شفنا اصلا باول تقرير شفنا اولاد صغار عم بيقولوا انا ما بخاف انا قبضاي. اكزاكتلي، لانه بلا مخ انه ما بيخاف لانه بعد ما عنده الادراك. مش احسن بس نكون بلا مخ ونعيش الحياه يعني؟ احسن. ولا افضل نكون بمخ ويكون عندنا 100,000 مخاوف دكتور؟ ايه، اذا بدك تروح للاكستريمز ما في جواب. نعم. هو الجواب بين اثنين. متأرجح. متأرجح. طيب، بالماركتينج مثلا بالتسويق بيعتمدوا على الخوف، انه اليوم اذا ما نظفت بهالمسحوق رح تروح عليك، او اذا ما لبست هالكنزة او رح تتجرس او غسيلك رح يطلع مش نظيفة. يعني معناتها في ناس عرفوا انه بطبيعة هالانسان هيك بده يخاف، تعوا نستغل هالخوف يعني ونجره لصالحنا. ما في شك. ونحن اصلا كل الناس يعني حتى اللي بحبونا واللي ما بحبونا بيستغلوا الخوف مشان تيردعوا. اوكي. قبل ما يكون الشخص صار عنده المعلومات. طب دكتور، يلي بخوفني بيصير عنده سلطه علي؟ ما في شك انه كل اذا بدك الليدرشيب يعني القياده والحكم والعلاقات الانسانيه مبنية على هيدي لعبة تخويف وتطمين. اوكي. نحن على كل حال بعد شوي بالحلقة رح نحكي أكثر عن السياسة وقديش بتخوف أو بتطمن. بس خوفك تطمنك. بدي خوفك لحتى أرجع طمنك وأنا أنبسط بي. وهو كل الشباب اللي بحبوا بعضهم بيبكوا بعضهم تيقدروا يرجعوا بعدين يبوسوا بعضهم. يتصالحوا. والله سمعتوا شباب وصبايا بالعلاقات العاطفية، خوفوا بعضكم ورجعوا تصالحوا، يعني بتصير أحلى يعني الغمرة ولا بيزهقوا. إيه أكيد. أوكي. إيه، تيخلقوا الحافز عند اثنين بيتخانقوا، بس تخانقوا لازم يتصالحوا، بس يتصالحوا بدو يتراضوا. طيب دكتور، لو افترضنا ما في خوف بهالدنيا، شو كنت عملت؟ ما في شك. إذا أنا وعيت نهار وماني خايف، لازم أطلع بحالي بالمراية بلاقي حالي بيبي، لأنه البيبي ما بخاف. الولد الطفل ما بيخاف لأنه متكل 100% على الآخرين مشان تا يهتموا فيه. إنه هودي رح يكونوا أصلاً، هيدا كل شيء لإلي. Exactly. كل الكون لإلي، ليش بدي خاف؟ إيه، وكله عمل لأنا أقدر أعيش وأقدر أنبسط وأرتاح، وإذا ما ارتحت بعمل كارثة. يعني كيف إنه تأخروا علي دقيقة بالحليبات أو إنه ما عم بيشتغلوا مزبوط. بس هربت من السؤال، ما قلت لي شخصياً شو بتعمل أنت؟ شو مش ممكن شغلي وحده. شو بعمل اذا ما انه ما بحس خالص بالخوف؟ افتراضيا، ايه، بجرب. بيهمني شوف براس دكتور خازن شو بيعمل. اكيد بجرب طير.
نحن سألنا عن كل حال بعض المشاهير وبدي اياك تشوف تسمع آرائهم شو بيصير لو ما كان في شيء اسمه خوف بهالدنيا. شوف شو جاوبوا. إذا وعيت الصبح ولقيت إنه ما بقى في شيء اسمه خوف، شو بتعمل؟ بتصير؟ ببطل في خوف؟ ما في خوف، شو هالشعور؟ ما بعرف، ما سألت حالي سؤال. بحس هيدا الشيء مستحيل يصير. أول شيء إن شاء الله أوعى بكرة بكير، تاني شيء رح كون كتير مبسوط. واو، كتير حلو السؤال. أوف، سؤال صعب. بشكر الله. بنزل باراباونت إذا ما في خوف بالحياة. بخاف. ما عندي شيء معين بدي أعمله لأنه بحياتي الخوف مش موجود إلا من رب العالمين. صراحة ما عندي شيء بخوفني، ما في شيء بالحياة أنا بقول إنه هيدا فوبيا عندي عليه ما بقدر، يعني خوف كلمة كتير كبيرة بالنسبة لإلي صغيرة. مع إنه الخوف هو شغلة بترافق الإنسان بيومياته، وبحس إنه الإنسان اللي بفكر هو الإنسان بخاف، الإنسان ما بخاف بيكون ما بفكر أو ما بيحسب بعواقب القصص. بطلع على مطرح وكب حالي، بركض بالشوارع وبطير. بروح أول شي على مزرعة كلاب لأنه أنا عندي فوبيا على الكلاب، وبمشي بيناتهم بلا مفكر. يلي بجرب أعمله كل يوم أنه أنسى أنه في شي اسمه خوف. شو رأيك دكتور فازل؟ رأيي أنا انبسطت أنه يعني الجواب تقريباً الوحيد في قصة الكلاب، بس هيدي العلاقة انه بتروما هي عاشت وبدها تتخلص منه، بس لو ما عندها تروما وفعلا سألناها السؤال كمان كانت قالت بتطير. وانا بقول لك ليش منقي بتطير، مش انا مش قصدا نقيتها، بس هلا عم برجع افكر بالموضوع ليش انا نقيت وليش هن نقوا، لانه واني على فكره ما بيعرفوا كانوا السؤال، يعني مثل نفس الطريقه. نعم. حاولنا بكل الاختبارات دكتور خازن انه نسال بطريقه منهم حتى ما مش سامعين يعني بعضهم شو عم بيجاوبوا لحتى ناخذ هالرده الفعل الاوليه. عفوا قطعتك. يا هي بشوم انه نحن طالما ما فينا نطير بنضل محبوسين بهالمعنى. والتحرر لانه بنخلق نحن تابعين وبنخلق محبوسين وتحت رحمه محيطنا، بصير أول ما نبلش نفهم، أول ما يكتمل جسمنا، أول ما يصير عنا قدرات، منسين أول شغلة بدنا نتحرر. وهذا اللي بيفسر ليش الشباب بيضلوا أنه ليش هيك وفكوا عنا واعطونا حقوق وبدنا نغير. دكتور خازن بالختام نصيحتين، نصيحة للناس اللي كتير بتخاف ويلي خوفها مكبلة، والنصيحة للناس اللي بتتجاهل خوفها لأنه بتخاف منه، بتخاف من خوفها، شو بدك تقلهم؟ أنا بدي أقول لهم مثل ما قلنا قبل أنه الجهد الوحيد أنه نحول الخوف لحذر، ومن الحذر نعمل مخطط نقدر نتغلب على الخوف مشان تنقدر نحقق أهدافنا ونعيش ونعيش. لأنه وقت ترسم هدف بالمستقبل وتبلش تحضر له وتكون عم تنجح بتحضيرك له، بصير عندك استقرار حتى بتنسى أنه رح تموت. نعم، البعيد الشر عنك. شكرا لك دكتور خازن، شكرا كثير لحضورك ونورتنا واغنيتنا بالمعلومات مثل عاده ومثل دائما. ثانك يو كثير، ميرسي. شكرا لك. مشاهدينا ما تنسوا دائما تتواصلوا معنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بتلفزيون الجديد، الهاشتاج صار وقتها. بيمنعك تاخذ ريسك بكثير محلات، بيجبرك تعمل قصص زياده بحياتك. بنعني كون مبسوطة، بس كون بمطرح بيشبه نفس المطرح اللي كنت فيه بيجيني شوية خوف. هو أنا كنت ناطر الموت بأي لحظة يعني. لحتى نعرف كيف بدنا نتفاعل أو نتصرف مع الخوف يلي بيعترضنا بيومياتنا، تذكروا كلمة ارتفع. كل حرف من هالكلمة رح بيساعدنا لحتى نتفاعل بطريقة إيجابية مع خوفنا. أول حرف الألف، لازم نقبل الخوف وما نقاومه. الخوف هو شعور إنساني طبيعي، كل الناس بتخاف. لازم بس أشعر بالخوف أقبل أني عم بشعر بهيدا الخوف وما قاومه أو أرفضه، أو حتى مرات أنكر وجود الخوف مثل ما دايماً بنعمل أنه لا ماني خيفان، أنا ما بخاف أو مني أو يعني مني عم بشعر بهيدا الخوف. من بعد اقبل الخوف لازم راقبه، لازم راقب كيف ببلش
وكيف بينتهي الخوف وأيمتى بيخلص؟ بتعرفوا ليش؟ لأنه في كتير إشياء مرات ببلش خوفنا لما منكون متواجدين بظروف معينة أو مع ناس معينين أو حتى كمان بوضعية معينة. يمكن مرات هالغرفة بحد ذاتها بتعمل لي خوف، أو هالناس بحد ذاتهم بيعملوا لي خوف، وهيدا الشيء لازم كمان يساعدني أعرف كيف ببلش، كيف بينتهي، كيف تخلصت من خوفي وسجلهم، لأنه هيدا الشيء بيساعدني وبيساعدني أكثر لحتى أنا أعرف كيف أتفاعل مع خوفي. بدي أتنفس. الحياة عاطيتنا قوة كتير مهمة هي النفس. أهم شيء إني أتنفس مش بس لحتى أرجع وضعية جسمي للحالة الطبيعية، بس لأنه كمان كل ما بتنفس بكون عم شيل كتير من السترس يلي بيسبب لي الخوف لحتى أرجع حلل بطريقة منطقية أكتر وأعرف كيف بدي أتعامل مع خوفي. كمان لازم فسر إيجابياً يلي بيحصل معي. هلأ أكيد رح بتقولوا لي إذا أنا خفان شو في شيء إيجابي بهالموضوع. بتعرفوا أبرز سؤال ممكن أسأله لحالي بهالخوف، شو بدي أتعلم؟ شو لازم أتعلم من هيدا الخوف؟ يمكن لازم أحضر أكتر إذا خيفان من الامتحان، أو لازم أعرف كيف بدي أتصرف مع هالشخص إذا خيفان من إني أقابله، شو الكلمات بدي أقولها. دايماً في درس وأمثولة ممكن خوفي يعلمني إياها إذا أنا عرفت بالوقت المناسب أسأل حالي شو لازم أتعلم. وأخيراً لازم أنتبه إنه أنا عدل المعتقد يلي تعلمت منه الخوف. برأسنا في معتقدات أخذناها من أهلنا، من الناس اللي ربونا. كتير من هالمعتقدات ممكن تخلينا نخاف. إذا بعدل بس المعتقد أو الفكرة ممكن حول خوفي لشغلة كتير بسيطة وسخيفة، وأرجع أعمل نفس الأشياء اللي كانت تخوفني بطريقة اعتيادية. مين قال إنه الفوتة عند المدير بتخوف؟ مين قال إني واجه حدا بخوف؟ هيدا حدا تاني قال لك إياها. عدل الفكرة بيتعدل الخوف. فإذا الخوف يلي تعلمناه غلبنا وصار هو يلي عم يتحكم فينا، شو ممكن يكون الخوف عم بيمنعنا أو عم يمنع بعض المشاهير من إنه يقوموا بأشياء بحياته؟ شوفوا شو جاوب. بليز في حدا بس ياخد الجزئين؟ مرسي. خوفك من شو منعك؟ من كتير اشياء. بيمنعك تاخد ريسك بكتير محلات، لو اخدته يمكن تعمل اللي بدك اياه مش اللي بحاجة تعمل. بفتكر انا كيف في كتير اشياء لو ما عندي خوف. بالعكس، الخوف بيجبرك تعمل قصص زيادة بحياتك كرمال تتفاديه. انا حدا كتير بيخاف وبيقلق. بس اجمالا كان يقدر هيك سيطر عليه بواسطة المنطق العقلي، يعني ولو في خوف بدك تعمل الشغلة. يعني ولا مرة وقفني عن شيء؟ لا. يمنع اجمالا انا حدا ما كتير بيمنعني الخوف، يعني جريئة شوي، وهيدي الجرأة مرات مش منيحة بمطارح. يعني ببداياتي انا وصغيرة كان في قصص كتير بدي اعملها، بس اني يعني هو الخوف من اهلي يمكن اوقات بيفرضوه. ممكن ايه، ممكن خوفي على اولادي يمنعني. ممكن ببعض الامور يمكن بخاف اني اكون جريئه، منعني اكون مبسوطه. يعني مثل ما قالت ماجي عون، الخوف بيمنعنا نكون سعيدين ببساطه. في خوف منتعلمه وفي خوف بيعترضنا لانه في حدا تاني قرر انه يخوفنا. فرانسوا الأسمر عاش خوف كبير لأنه كان أحد الموجودين بملهى رينا اللي تعرض لعمل إرهابي ليلة رأس السنة العام الماضي. حادثة خلصت، بس شو بقي إلى اليوم من خوفه وشو عمل الخوف فيه؟ فرانسوا رح يخبرنا. أهلا وسهلا فيك فرانسوا. أهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك. تفضل. يعني كنت بحب إنه بيقولوا تنذكر ما تنعاد، بس معلش يعني اليوم الليلة رح نتذكرها بس لحتى نتعلم من الخوف. الحادثة خلصت، الخوف خلص؟ لا، الخوف بيضلوا مع شوي، بيطول تيروح، وبالإيمان بيتخطى الواحد كل شيء، كل خوف بيجي. بعدك لهلأ بتخاف؟ يعني من الحادثة بعد الحادثة؟ صراحة ايه شوي. كيف؟ فسري كيف؟ يعني بس كون بمطرح بيشبه نفس المطرح اللي كنت فيه بيجيني شوية خوف.
بس بسيطر عليه يعني خوف. ما بيتملكني، بسيطر عليه يعني، بسيطر عليه ما بيصير معي كريزة يعني، بس جواتي هو الخوف بيكون يلا بدك تعلمنا يعني هيدي كلمة بسيطر عليه، نحن عاملين حلقة لنسيطر عليه. اللي كيف الواحد بيسيطر على خوفه؟ هو بالنهاية الواحد ما في يعيش إذا بده يضله كل وقت يعني معلق بالماضي أو معلق بالقصص البشعة اللي صارت معه. الضربة اللي ما بتقتلك بتقويك. فأنا ما قتلتني، قوتني. لأنه ما قتلتني كل ضربة. معلش اسمح لي، أنا كتير بحب أسأل كيف وبحب بحبش، عرفت؟ وهيدا دوري أنا كمدرب بحبش بقى يعني كيف بتقوي؟ يعني تعرضت للماكسيموم فبيصير القصص الصغيرة ما يأثروا فيك، عرفت كيف؟ لأنه أنت خلص وصلت للماكسيموم، وصلت للموت، فهودوك القصص الصغيرة ما بعوده شيء يعني قدام. طب إذا بدنا نرجع لتفاصيل هيدي الليلة فرانسوا، هالليلة ليلة رأس السنة، العالم سهراني عم بتعيد، عم تحتفل بسنة جديدة، صار هالعمل الإرهابي، في شيء تفاصيل بتذكرون عن هالليلة وتفاصيل تانية ما بتذكرون؟ لا بتذكر كل شيء يعني من أول الحادثة لآخر شيء بتذكر كل شيء. كل شيء شو بدك؟ طب أنا إذا فرجيتك مشاهد ممكن ترجع هالمشاهد تحسسك ب بلحظتها بدل يعني المشاهد هدول على طول براسي يعني ما قدرت يعني كل يوم بتذكرهم تقريبا كل يوم بس ما بيأثروا فيي يعني مثل قبل. خلينا نشوف وبدي عن جد بدي اياك تقلي اذا رجعت تشعر بنفس الخوف يعني هل الصور ترجع بتذكرنا بخوفنا يعني رح نشوف هالمشاهد. يعني أكيد هاللحظات أنت عشتهم يعني بس ترجع تشوف الصور بترجع بتتذكر الحادثة أكثر. مثل ما قلت لك كل يوم بتذكرهم يعني كل يوم ما نسيتهم كل يوم بتضلك طول عمرك تتذكر ما بتنتنسى يعني الخبرية بس بيفرق إنه بتبطل تأثر فيك مثل أول فترة يعني وكل واحد وقوته يعني كل واحد وقوته يعني يا بتخلي هيدا الخوف يتملكك وممكن يدمرك يا بتتخطي وبدك تكون قوي يعني صح. بس لحتى أفسر الشيء اللي أنت عم بيصير معك إنه نحن ولا مرة بننسى الصور يلي صارت معنا صحيح. إلا إذا كنا مثلاً تحت صدمة كبيرة بس الفرق إنه المشاعر المرتبطة بهالصورة منتعلم من بعد الصدمة لأنك أنت عشت صدمة معينة منتعلم كيف ننمى من بعدها وهذا شيء مش كل الناس بيقدروا يعيشوه يعني صحيح. مش كل الناس فرانسوا بيقدروا يعيشوا هالنمو من بعد أي صدمة بأنهم يتخلصوا من المشاعر السلبية المرتبطة بهيدي الصدمة. فرانسوا بلحظة اللي كان عم بتصير فيه الحادثة بمين فكرت؟ صراحة فكرت بأمي بوقتها وصرت صرت اشفق عليها يعني عم بتذكر انه بقول يا حرام انه هلا انت مش عارف انا شو عم بيصير فيي وشو بده يصير فيك لما تشوفيني بهالمنظر او شو بده يصير فيي فهيك زعلت عليها يعني انت يعني توقعت الموت ايه توقعت انك ميت وصلت لمرحلة خوفك خليك لا هو تشعر شو ممكن تكون انه هو انا كنت ناطر الموت باي لحظة يعني كنا ناطرين نحن نموت باي لحظة يعني يكب انبلة انفجار انه نموت بس غير الموت كمان الاصابة يعني تكون انت مشوه او معطوب او مشلول او شيء يعني انا ايدي كانت رح تنشل على شعره يعني ربنا حب بحبني ف ولهلا بعد ما صحت يعني بعد ما بقدر حركة مزبوط ف يعني شبه معطوبة بعدها يعني بعد بدي وقت بعد ما مزبوط ف فكرت فيها لأمي يعني قلت حرام يعني قلت شو بدك تعملي أمي بس شوفيني هيك و برأيك ليش سألتك أنا هالسؤال؟ لأنه بلحظة الموت اللحظة حساسة يا بيمرق حياتك قدام عينيك يا بتفكر بالأشخاص اللي بتحبهم أكتر شيء أنا بالعادة بالوقت المحزوزية يعني بركز 10/10 عيني 10/10 وتركيزي بيكون 10/10 لما صار معي هذا الشيء قلت لحالي
أكتر لحظة بحياتي لازم يكون هلأ وقتها 10 على 10، لازم ركز. صار وقتها يعني، صار وقتها يعني ركز، قدر خلص حالي، ممكن بأي لحظة قدر خلص حالي، فضلك مركز. ممكن خلص حدا فضلك مركز 10 على 10، ممكن تشوف وتعرف عليه كمان ضلك مركز، ممكن يعني يصير كتير شغلات ضلك مركز تشتغل شيء، أعمل شيء. فاتت رصاصة كانت فاتة بقلبي، ففاتت بالباسبور يعني على شعرة، كله معي صار معي على شعرة، على شعرة كذا شغلة صار على شعرة، شل كانت رح تنشل إيدي على شعرة، كانت رح تفوت بقلبي على شعرة. يعني الباسبور إذا بتشوفه بتفزع إنه نتفته يعني. فرانسوا قلت لي إنه علمتك هيدي الحادثة وغيرتك، أكيد أنت إنسان تاني من بعد الحادثة، إذن شو اللي تغير فيك؟ مش كتير إنسان تاني، لأنه هي هالشغلة يمكن بتخليك تصير تآمن أكتر. يعني أنا صليت إنه يا رب، إنه صليت بشكل عام، فأنا دجا مؤمن جدا، فما يمكن زادت إيماني، بس أنا دجا كتير مؤمن. فما هيدا كيف صرت بتشوف الحياة من بعد الحادثة؟ أنا قوي أصلا قبل الحادثة، فكمان بعدني قوي يعني، ما كتير فرقت، لأنه أصلا أنا إيماني قوي وبحمل كتير، فبشكل برا الحادثة فما كتير تغير علي الموضوع. بس كمان فكرت فيها، وكمان بضحي بالعادة، ضحيت بشغلة ربنا رد لي إياها بالطوارئ. لما وصلنا على الطوارئ أجا الحكيم سألني، قال لي بتعمل عمليتك هلأ ولا بتنطر شوي، بعد في ناس حالتها خطرة عم بتموت ساعتها. فكرت 10 ثواني، فكرت بيني وحالي أنه أنا أبدأ، أنا ولا غيري حالته عم بيموت، ولا أنا ممكن أنا أنعطب وإنشال، أنا ولا غيري، أنا ولا 10 ثواني عديتهم. قلت له لا، اللي حالتهم خطرة عم بيموتوا بلش فيهم. فلأنه نطرت لتاني يوم، كانوا وقتها مركزين، بطل عنده عمليات معجوقين، فركزوا وعملوا له العملية، هن مركزين ومرتاحين كرمال هيك على شعره ما انشلت. وهيدا هو الخوف الإيجابي، يعني إذا بدك هيدا الجزء الإيجابي من الخوف، إنك أنت استثمرت هيدا الخوف لحتى مثل ما قلت تساعد غيرك، وقدرت إنك خفت على غيرك، خفت على إنه يمكن حياة غيرك. أنا كل وقت كنت خيفان على غيري، كل وقت صراحة ما فكرت بحالي. منهنيك فإذا، منهنيك، وأكيد بتلبق لك الحياة، وأكيد أنت عم تشوفها بعيون جديدة، وإن شاء الله كل أيامك من هلأ ورايح ما تعترضها ولا أي شيء مثل اللي يعني اللي صار معك. شكرا كثير لك. ميرسي. شكرا لحضورك معنا. شكرا. باي باي. جيب لي لبناني مطمئن. طب الأرطي حرامية حاطين إيدهم بجيبكم ما بيستأذنوكم. بانيين مجدون على تخويف الناس أكيد. انتبه، ما في شيء اسمه خوف بالدنيا. يعني شوفي، أنت إذا قررت، في ناس بتخاف. كيف بنكسر حالة الزطامة؟ ضيفنا بالسياسة بينحسب له حساب، بعفويته وبصراحته، ومرات كتير بالخوف يلي بيزرعه من وراء الكلمات الحد اللي بيقولها. بقى مين أفضل منه لحتى نحكي معه عن الخوف بالسياسة؟ الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد الأستاذ وئام وهاب، ضيفي بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك مع الوزير. شرفنا، أهلا وسهلا فيك. كيف أحوالك؟ مع الوزير حلقتنا اليوم عن الخوف، وصلنا للخوف بالسياسة. كل اللبنانيين خايفين، أو لك الخوف مبرر أم هو صناعة حدا تاني عم يفبرك لهم إياه؟ لا ليك، منهم شاغلين العالم اللبنانية كمان، تحت تالي ما نقول إنه هيك العالم مجتمع قاعد عم يفبرك خوف للبنانيين. الخوف له مبرراته. اليوم أنت بيخلق ابنك، أول شيء بتخاف عليه من الأمن، مثل ما عم بيصير من فتره، يمكن مات طفل برصاصه طايشه. نعم. لانه واحد قرر انه هو نجح بالبروفي، تعرف يعني جايب على اساس شيء شهاده دوليه ما في مثلها، وبقوم يستفز مشاعر الناس ويعتدي على كرامات الناس ويقوس بشكل عشوائي ويخوف الناس. الامر الثاني، خايفين على مستقبل هالصبي كيف بدهم يعلموه. كمان هيدي صارت مشكله، لأنه تعرف التعليم بلبنان منه مجاني، والتعليم المجاني هو تعليم إلى حد ما بيعتبروه الناس ليس بالمستوى المطلوب. نعم. هي كمان بدها حديث آخر، والإصلاح التربوي وما إلى ذلك.
الأمر الآخر بس يخلص في خوف شو بده يشتغل، في خوف على مستقبله المهني، وهيك دوامة الخوف بتضل ماشي. في مبرر للخوف؟ ايه في مبرر للخوف، في مبرر للخوف انه يعني رغم انه اللبناني اكثر واحد متعلق بارضه، يعني انت بتعرف انت ابن ضيعة بتعرف واحد بيروح بيقعد 20-30 سنة بالغربة شوي بيجي بجمعهم كلهم بعمر بيت الضيعة، بيت ما بينتج له شيء، بيكون دفن مصرياته، بس انه شعور الانتماء، شعور محبة هاي الأرض، شعور هول أول 15 سنة اللي بيضلون يشدوه وين ما راح. بس في خوف، ايه في خوف. بس معالي الوزير، هلا انت اختصرت لي الحياه كلها خوف بخوف، اعطيتني ثلاث مخاوف من اول ما يخلق ليموت، يعني عم هالقد هي، هالقد نحن عايشين صرنا بعصر الخوف متملكنا. طب جيب لي لبناني مطمئن. بس لا الحق عمين لكن لا ما فيك تقول الحق على الناس. لا ليك انا لما لا انا مش عم اقول حق على الناس، انا عم اقول حق على السياسيين. طبعا الحق على النظام السياسي وكل السياسيين الشركاء فيه. ليه انا عندي خوف اذا سخن ابنك فيك تفوته على مستشفى بكرامته، فيك تفوته بدون ما تنزل على الباب، فيك ابنك انت تبعته، انت فيك تعمل ابنك طبيب اذا ما بعت رزقك ورزق جدك حتى يتعلم ابنك، كيف فيك تعمله طبيب؟ اليوم واحد فقير كيف في يعمل ابنه طبيب؟ تجي الجامعة اللبنانية بتاخد 50 واحد، يبقى مقدم 5000، تاخد 50 باعتبار انه هي ما عندها محل غير لا انا مجبر لازم اعلم كل الناس، اول شيء لازم اعلمها، تاني شيء لازم اوجهها وين سوق العمل ممكن يمشي الحال. يعني اليوم لو ما في بعض الدول قرر تستوعب بعض اللبنانيين والكفاءات اللبنانية عندك مشكلة كبيرة. فمن هيك الخوف، ايه خوف، يعني خوف كيف شيخوختك، خوف كيف تقاعدك، خوف كيف إيه. بس كمان بالدول المتحضرة كمان الإنسان عنده خوف. لا 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 ما عنده خوف، عنده خوف على صحته، يموت على باب مستشفى، بيسترجي حدا يسألك بدولة معينة إذا واصل أنت معك كريزة قلب، بيسترجي يقلك أعطيني مصاري تدخل، تتسكر المستشفى، شو هالكلام؟ هون بزتك على الباب، إذا ما دفعت مصاري ما بفوتك لو كنت عم تموت قدامه. طب يعني بس شو هالكلام؟ ما بعرف إذا عم حس من كلام حضرتك معالي الوزير إنه في تواطؤ على هيدا الخوف، هيدا منو تواطؤ؟ يعني أنت اليوم لما حاطط هالإنسان نمط بهال... نمط, 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 نمط 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 حياة، نمط عايش، نمط صار عادي، صار عادي عادي عادي، صارت مسألة عادية. يعني اليوم أنت يعني افترض إذا طلع بأي دولة متحضرة واحد قال أنا رحت معي كريزة على المستشفى وما فوتوني، بتطير الحكومة، بتطير الحكومة حتما، وزير الصحة بيطير، ما بعرف إذا بس أكيد بتطير الحكومة. طب إذا بدي أحكي اليوم قديش السياسيين بيستفيدوا من هيدا الخوف؟ بيستفيدوا لأنه الناس تلجأ لإلهم، أكيد بيستفيدوا، لأنه ما في واحد فيفوت على مستشفى إذا ما راح لعند سياسي. هلق اليوم أنت ما في حدا فيفوت على مستشفى إذا ما كان عنده وساطة، بيجي بيقول لك أنا مرة عم بحكي مع الرئيس رفيق الحريري، عم بقول له إنه طب ليش ما بتنلغى ال 15% اللي هي على المواطن؟ فهلق الرئيس حريري الله يرحمه يعني هيك بدون ما انت قال لي معقول حدا معوش يدفع 15%؟ قلت له دكتور الرئيس ايه؟ في كثير عالم كثير من اللبنانيين ما عادش يدفعوا 15%. هلا هو يعني ممكن هو يعني ما يعني رغم انه الزلمه كان عنده حسنات كثير وعلم ناس وطبب ناس واكيد، أكيد. بس انه بيعرفش انه في يمكن ناس فيهاش تدفع ال 100,000 ليره او ال 200,000 ليره. في ناس ال 100,000 ليره لإلها تشكل موازنه، منا لعبه المساله لإلها. يعني في ناس يعني هاي بتمرق علينا يوميا، نحن خاصه اللي منتابع على الارض شو في او شو او بين الناس عايشين، في ناس معاش تدفع الفرق الحكيم، فرق وزاره الصحه، في ناس ما معها تدفع حق الدواء، هاو بيمرقوا يوميا علينا. هودي شو بيعمل بالناس؟ يعني خلينا نحكي اذا بنحكي بالخوف بالسياسه، قديش الخوف من السياسه ومن الأوضاع السياسية؟ هودي بيخلوا الناس عندها ولاء للزعيم مطلع. وليس للدولة. يعني بالانتخابات بيفيدوا؟ طبعاً، ما هو ما عندهم ولاء للدولة، صار عندهم ولاء للزعيم، هو حميل ومصالحهم. يعني طلعت مرة عند الرئيس لحود،
قلت له فخامة الرئيس ما في حدا فيكم معك كدولة، كان رئيس جديد عمل. قال لي لا، قلت له لأنه إذا ما عملنا تلزيم بالمناقصات، توظيف بالامتحانات، وجبنا للمواطن الكهرباء والماء والتليفون والطريق والمجرور والكذا بدون جميلة حدا، ما فيكم مع الدولة. طالما زعيمه عم يعمل لهم راح يكون مع زعيمه ومش مع الدولة. نعم. طيب ومشكلة إنه الدولة بتدفع، يعني واحد بيروح بيروح بيطالب بمية الشرب اللي هي حق للمواطن، عرفتي؟ وأنا بتصير معي هاي الأمور يعني. طيب بيجوا الناس بيشكروه لأن جاب لهم مية الشرب، يا أخي والله من مصرياتكم، هاو من مصريات الدولة حقه. وحق لإلكم، أو بيعملوا له يافطة بالضيعة، شكرا لأنك عملت لنا. حق لإلكم اليوم إذا واحد بيقطع الماء عن مدينة تعتبر يعني شيء شبيه بجريمة الحرب. كمان اللي بيشربش الناس تعتبر شيء بيشبه الجريمة. بدي أرجع أخذك على الانتخابات، الخوف بيخلي المواطن ينتخب أكثر أو ينتخب أقل؟ لا، بيخليه ينتخب أكثر للأسف الخوف. وعطول ما اني بيعملوا له عملية تخويف قبل الانتخابات، ما بتشوفون يعني محترفي التزوير، عادة محترفي التزوير بيخلقوا له للمواطن عطول هذا الحافز تيروح على الانتخابات، أو بيخلقوا له خصم، أو بيفتعلوا مشكل مع حدا، ويا لطيف بتصير الطائفة مهددة. مين هدد حدا، ومين أخذ حدا، ومين طير حدا، ومين شيل حدا، ومين هدر السماء ما توقع عن حدا؟ ما في حدا عمل شيء من هالنوع، بس أوهام. وكل مرة المشكلة شو يعني المشكلة؟ ما بدي أحكيها، حكينا تطلع تقيل. حكينا يعني يا معالي الوزير، شو المشكلة؟ عنا بالضيعة في مثل بيقول إنه الحمار بيمرق على الزطامي مرة، يعني الحمار هو ماشي إذا ضرب شي محل أحسن ما يوقع، خلص بيصير يشوفه، لو مرقته ألف مرة رجعت ما بيقعد يضرب فيه. هل أدي؟ هل أدي في لا وعي؟ طب شو بتقول أنت؟ شو بتقول أنت؟ بس يمكن لأنه الخوف كبير. طب اليوم يعني نحن رايحين على انتخابات، ايه؟ بتشارط بكرة رح يرجعوا يجددوا ل 80% من هون الناس؟ بيرجعوا بيجددوا لهم لهو 80% اللي ما عملوا لهم شي، اللي ما طوروا يعني ما عملوا قانون مثل الخلق. هلق يمكن تأثروا شوي بالموضوع الانتخابات، مشوا بموضوع السلسلة، وبالمقابل مشوا بالسلسلة لحل مشكلة بعض الناس. نعم. وفرضوا ضرائب على كل الناس، تخيل لك ملا معادلة، سرقوا كل الناس وأنصفوا جزء من الناس. يعني أنت يعني إحنا اليوم يلي عم تحكيه مع الوزير يعني بيدلنا على أنه نحن رايحين رح نضل تكرار، يعني حيتتكرر نفس، إذا ما في وعي وإذا ما في تغيير يعني حقيقي مثل ما أنت عم بتقول بحالة وحدة. إذا تعلمنا كيف طب كيف نتعلم؟ كيف منكسر حالة الزطامة؟ شيء بسيطة كتير. شو بدي خبرك؟ طب يعني أكلنا كفوف، بستحق لك نتعلم من ايه؟ منه للي بيشوفه يعني للأسف. طب في شيء أكتر من إنه أكلنا كفوف، أكلنا ضروب، أكلنا حروب، تعودوا، قتلنا بعضنا، تعودنا على أدمنوا أدمنوا العبودية. أوف. أدمنوا العبودية للأسف، إلا في ناس أحرار لا شك يعني. بس الأكترية أدمنوا العبودية. قديش نسبتهم هالناس الأحرار بهالبلد يعني عن جد؟ الانتخابات بتبين، إذا انتقموا بالانتخابات بعتقد بيكون بيثبتوا انه اني احرار. احساسك شو بيقول لك؟ هالانتخابات رح تعمل تغيير معين؟ حاسس في تغيير، بدي اعرف قد ايه حجمه، ما بقدر اعرف حجمه، بس اذا فعلا في ناس قرروا يكونوا احرار لازم يعاقبوا بالانتخابات. لازم يعاقبوا. يعاقبوا مش شيء واحد يا اخي، تلقائيا ابنك في مد ايده على جيبتك اذا ما استاذنك؟ ابدا. طب قرطة حرامية حاطين ايدهم بجيبكم ما بيستأذنوكم، لا بل يعني حسنة ونسيدك يعني بحكمينك يعني وبالقوة، وإذا ما بتقبل كمان بتكون أنت عم تعرض الأمن الوطني للخطر يعني، عرفت كيف؟ نعم نعم. مع الوزير يعني في سياسيين، تنرجع لموضوع الخوف، بينين مجدون على تخويف الناس، بينين مجدون على تخويف الناس أكيد، وبينين مجدون ماشي في ناس شيل من ايدهم النفوذ في الدولة بيصيروا ماشي بيتحولوا الى لا شيء.
بس تعودت الناس تعودت على الزبائنية وهن عودوها هيك. بعدنا عايشين بظل حكم تركي. هلق ما بنحكي تركي بس انه حكم مدبلج مدبلج حكم مدبلج يعني، بس انه حكم التركي الزبائنية اللي كانت بايام العثمانيين يعني. نعم. مع الوزير يعني كانت انت بايام العثمانيين يعني تخيل انت كل اللي اخذوا القاب من العثمانيين تعرف شو هن؟ يعني مثلا تعرف بمصر اللي كانوا يسموه الباشا اللي هو حاكم مصر، تعرف شو يعني الباشا؟ شو يعني؟ هو كان يقول الرئيس عبد الناصر جزمة السلطان. هو جزمة السلطان. تخيل لك شو اللقب العظيم هذا باشا مصر. بديش كفي الألقاب الثانية لأن في منا هون. نعم. فبس شوف شو معناتها بالتركي أنت هاي الألقاب. كان هذا اللي يأخذ اللقب هو اللي يجبي منك المال، هو اللي يعتقل لك ابنك إذا ما دفعت، هو اللي يصدر لك أموالك إذا ما دفعت، ويبعط جزء على اسطنبول وجزء يحتفظ فيه هو، ويصير هو هذا الزعيم. ما زالت بعض الألقاب لليوم. يعني كان يخوف. تخيل لك طب بعده اللي هلق بخوف. إيه يعني قصدي يعني كان يعتمد على. تخيل لك أنت بس في شيء اسمه خوف، في ناس بتخاف. انتبه ما في شيء اسمه خوف بالدنيا. يعني شوفي. أنت إذا قررت في ناس بتخاف. أوكي. في ناس. يعني مبدأ الخوف منه موجود، هو وهم وفي ناس بتخاف. في ناس بتخاف، في ناس عندها الوهم، بيقول لك مثلاً واحد يا أخي ما فينا نعادي فلان. لا. بيقولوا بدنا نوظف الصبي. شو بتسأله قديش عمره الصبي الله يخليه؟ والله صار سنة ونص. طل إنه بدك تستعبد الصبي وتستعبد حالك 25 سنة. سنة جاية. تتوظف الصبي ولا خي بيكون مات هيدا، بيكون تغير الدنيا، بيكون. هي العقل يعني، هي عقل الزبائني. سقراط كان يقول الخوف بيخلي الناس أكثر حذر وأكثر طاعة وأكثر عبودية. صحيح مزبوط وصحيحين ثلاثتهم. طب كيف بدنا نطلع وأكثر كذبا الناس؟ طب كيف بيكسي؟ ما بصير يكذب، ما اللي بيخاف بيكذب. أوكي. ما اللي بيخاف كمان بيكذب ليبرر أصلا خوف. طبعا تيبرر خوفه وتيزايد بالولاء بيصير يكذب أكثر. طب اليوم عم نشوف على الشاشات بنشوف كتير استعراضات حتى بالخوف. يعني هل كل ما حكي مثلا عن داعش وسلطة داعش وسطوة داعش والأفلام، وشفنا أفلام السينما يلي عملت، قديش منها حقيقة وقديش منها تخويف؟ هي تبعت هذا الأسلوب. أنا بالفترة اللي بلشت قريت عنها. نعم. قريت عنها أكثر من محل، قريت عنها من ناس منظرين لإلها حتى. يعني داعش اتبعت هذا الأسلوب لأنه هذا الأسلوب وفر عليها كثير من الحروب. يعني صارت داعش تفوت تقطع رأس واحد تصوره توزعه، هي تبلش القرى المحيطة بهاي القرية اللي حصل فيها تفل حالها. احتلت بدون خسائر على فكرة داعش من وراء الميديا. يعني احتلت انت طب احتلت الموصل بيوم، طب أخذت الموصل حرب أشهر حتى يرجعوا استعادوها، بس هي احتلتها بيوم. صنعت خوف وصار هو الخوف عم يغذيها. إنه داعش يا لطيف إن إجت بدها تقتل الناس، صارت الناس تهرب لحالها. بس هي عمليا إذا بتطلع بداعش ما خاضت ولا معركة فعلية وربحتها. نعم. نعم. مع الوزير حكينا عن الناس اللي بتخاف وعن الناس اللي بتخوف. سياسيين قديش بيخاف؟ بعدين برجع بسألك عن ما في حدا ما بيخاف، بس من شو؟ حسب من شو؟ يعني بتخاف أنت، بتخاف أكثر خوفه على عائلتك، على أولادك، على أنا بما يعنيني يعني. على حالك بتخاف مع الوزير؟ بتعرف إذا بقول لك تجاوزتها لأن صار لي 25 سنة عايش فيها كنت. يعني إلى معي من سنة 86. بال86 خفت من السوريين لسبب معين، كان ممكن يعني يوقفوني بسبب وساطة كنت عم بعملها يعني بلبنان بين الحزب الاشتراكي وقتها والقوات اللبنانية. بالصدفة صارت يعني، بس إني اعتقدوا إن شغلي منظمة وكذا. رجعت انتقلت للخوف من الإعلان عن حقيقة تفكيري. ليش وقتها؟
لأنه كان الوضع صعب، كان بعد في ميليشيات، عم تحكي سنة 90، أنت عم تتمرد على قوة كتير كبيرة. يعني أول ما تمردت هولوا علي كتير، أنا ما فرقت معي طبعاً، كنت خلص أخذت قراري. يعني هولوا كتير على أمي مثلاً، خلصوا لها نص عمرها، أني يقولوا لها أنه بكرة بيقتلوا لك يا بكرة كذا بكرة كذا خلي. بعدين كان إجاني أول ولد اليوم عمره 25 سنة يعني، الله يخلي لك يا. فكانوا يضلوا يهولوا عليه خلي ربي ابنه كذا، ليش عم يعمل هيك؟ كل القصة ما عم بعمل شيء، أنا ما عم بعمل شيء، عم بقول أنا ماشي أنا حر ماشي أنا يعني مختلف. هيك كل اللي عملته ماشي أنا حر، أنا متحرر، أنا مش ملتزم بهذا اللي عم يصير ولا مقتنع فيه، هذا اللي قلته ماشي تاني. يعني مورس علي من هيك، هلا بقول لك تأقلمت معه. بنتأقلم معه أو بنقوى عليه معالي الوزير أو ما بيعود موجود بالنسبة لك، ما بتعود تفكر فيه. أوكي. يعني هلا ما بيعنيني. هو جزء من هاللعبة السياسية؟ يعني أنا بنسمع السياسيين بيقولوا إنه أنا بالسياسة وبالسياسة في خوف يعني أو كيف بتفسر مثلا المواكب السيارة يلي على الطريق بتعمل استعراضات؟ نحن منصير نقول يعني مع انه فيها شويه ايجابيه انه بتفتح لنا السير اذا قطع موكب يعني، بس سلبياتها انه منقول ان شاء الله ما يصير شيء هلا هو قاطع حد السياسي. ما مزبوط يمكن، بس اتقل لك شغلي، في شيء منه ضروري في شيء اوقات مش ضروري. انا بستعمل موكب بس انا اغلب الاحيان بروح بصراحه بسياره وحده غير معروفه. اوكي. بس اوقات بضطر استعمل موكب. بس شو هو ليش تستعمل موكب؟ موكب لانه نسبه القتل بتصير اخف. ليش؟ يعني انت اذا بسياره وحده نسبه قتلك 100% اذا في قرار، اذا بسيارتين نسبه 50. اذا بثلاثه، اذا باربعه، مفترض ما ينعرف كيف طالع. هلا انا ما كنت كثير اعطيها، يعني انا بال2005 مثلا ما كنت اعمل هيك، رغم المواجهه وقتها مع المحكمه الدوليه بعد استشهاد الرئيس الحريري. نعم. بعد ما عملت يعني ما بينعمل بالمحكمه وبملس وكذا، ما كنت خايف، كنت روح اوقات بسياره وحده. بعد ما صار طبعا كمش كذا محاوله معي مره على البيت، مكتب المعلومات مشكور يعني وقتها وقفهم قبل ما نفذوا العمليه باربع خمس ايام، سياره على البيت يعني على البنايه. بعدين الأمر الثاني اللي اعترف فيه نعيم عباس بالمحكمة العسكرية إنه كانوا رح يضربوا صاروخ موجه على بيتي بالضيعة. والأمر الثالث هو اللي انكمشوا مؤخرا من جبهة النصرة بحزب الله بسوريا، وقفهم إنه كانوا مكلفين هو اللي خلوني صرت انتبه أكثر. يعني ما بعطي موعد ثابت، الله مثلا إذا عطي موعد ثابت عندك بنتبه أكثر. أوكي. بس عاد عن هيك بتعيش، مش عايش هاجس الخوف على على عائلتك بفتره. ايه بخاف اكثر يعني بفتره، طبعا بفتره اللي صارت قصه المحكمه الدوليه والمرحله واطلاق النار علينا باكثر من محل، صرت ابعت لولاد كل حدا بسياره يعني كمان، يعني بده يطلع كل واحد بسياره على الضيعه بس اعرف وصلوا كلهم ارجع انا اتحرك. يعني كمان انت لحد هلق انا ومرتي ما بنطلع بسياره وحده، نحن من 12 سنه. يعني كمان سببت خوف للعائله مع الوزير. مش خوف للعائله، التعريب بحسبها بقول انه خلي حدا يضل للاولاد يعني هيك. أوكي. بكل صراحه يعني حضرتك تاقلمت، هن تاقلموا مع الوضع يعني تاقلموا بتحس عليهم. تعودوا على هيدا الوضع على تعودوا عليه. حدا منهم مثلا شي مره اعترض على هيدا الموضوع قال لك اترك السياسه، كيف معيشنا مع علي الوزير بهالقلق الدايم بهالخوف، يمكن خيفان عليك، بيعبروا لك عن خوفه عليك؟ بلشت المساله مع مرتي يعني، اكيد حاولت كثير، وجه لها تحيه. بال90 اول ما تجوزنا حاولت كثير، لقيت ما في امل، في امل عملت مثلي. خلينا ننضم لك. الولاد تعودوا يعني، عاشوا هالجو من زمان وتعودوا. وبتعرف نحن تعرضنا مرة كعائلة لأطلاق نار، كنا بعيد ميلاد، كنا متنا كلنا يعني عند بيت أختي. نعم. وتعودوا يعني، صار عدة أحداث عودتهم على الموضوع، تأقلمنا مع الجو. مع الجو. وقام وهاب من شو بتخاف؟ بعد موت بيي يعني الكارثة كانت، ومعاناة ما في أوصفها. يعني بذكر مرة بالشتي كتير كان صباطي خلص حيف من هون.
ما عاد في نعل، وعمول استفتاء وشوف انت قديش بعد في شباب عنده أمل بلبنان. رح نحط وئام وهاب السياسي على جنب ونروح شوي على الشقة الإنساني. رح أرجع عيد لك يمكن نفس الأسئلة، بس بدنا عن جد نوضع وئام وهاب السياسي على جنب كإنسان. وئام وهاب، من شو بتخاف؟ من ربي ومن ضميري وبس، تأكد هيك وقعد فكر في مخلوق بالدنيا بخوفني. على مين أكتر شي بتخاف؟ ليك بخاف على أولادي بكل تأكيد. بفترة تملكني الخوف على منطقتي أو على منطقتي نتيجة اللي صار، يعني على مستوى كل المنطقة. صرت حس إنه ممكن هالقد الإرهاب يتوسع حتى يبطل هالبلد قررين نعيش فيه نحنا كناس متنوعين ثقافياً و اجتماعيا وكخليط حلو. خفت بفترة، لا هلق طبعا بالي فاضي ومعتبر انه اللي صار على مستوى مواجهة هالإرهاب كتير كبير وان شاء الله رح. بعدك حامل شيء من مخاوف الطفولة؟ بعد في شيء من مخاوف الطفولة بتتذكره لهلا؟ يعني وعشت طفولة كان فيها خوف أكتر؟ يعني اليوم إذا هيك بدك تسترجع على الطفولة مع الوزير، كان فيها خوف، كان فيها اطمئنان، كان فيها، وقديش ساهمت بصناعتك كان اليوم؟ لا كان فيها اطمئنان بالأول. كان فيها اطمئنان، كيف إنه بي كان يهتم كتير فينا، وأمي أكيد، بي أستاذ المدرسة، بتعرف الأستاذ بالضيعة شغلي. نعم، ومحبوب من الكل طبيعي، استاذ وبحل مشاكل الناس ومختار وكذا، يعني مارس المخترة إلى قصة يعني طبعا. فهيدي شغلة لا بتخليك انت بتحس حالك انه لا معزز. بعد موت بي يعني الكارثة كانت الكارثة الحقيقية بعد موت بيك. بعد موت بيك بتحس خلص أول أسبوع الناس بتجي بتعزيك وإنت صغير بعدك، فبتحس بعد أسبوع لحالك وفقدت السند خلص. البي شغلي الأم أكيد شغلي أساسية بالعائلة، بس البي عمود البيت يعني منه كيف بيكون الإحساس؟ يعني شو بيكون الإحساس لما بنفقد هالقد؟ ما فيه أوصفه معاناة، ما فيه أوصفها، بس معاناة حتى بعدها لليوم يعني، بس تذكرها بتزعجني. مع أنه يمكن من الشائع بيقولوا أن يتيم هو يتيم الأم، لكن حضرتك هلأ عم تحكي عن قديش فقدان الأب أكيد أكيد بيسبب جرح كتير كبير. يعني حكينا أكيد عن الخوف على العيلة وخوف العيلة عليك وعلى التربية وعلى الطفولة يلي عشتها ويلي يمكن هي اللي صنعت منك هالإنسان الواحد. خفت شي مرة من الفقر؟ خفت من القلة؟ يعني كلنا عشتها ما خفت منها يعني، بس عشتها بس ما خفت منها. كيف عشتها؟ يعني عشتها كإنسان فقير بعد ما مات بي موظف. نعم. مات بي، صرنا مضطرين نعيش بدخل معين صغير. طبعا عشتها بس انتصرت عليها. يعني مثلا هاي حادثة كتير بذكرها، بعض الناس انتقدوني بس ذكرتها، يمكن أول مرة عملت وزير فيها. أنا بحسها موضع افتخار لإلي، ما بحسها أبدا. يعني بذكر مرة بالشتى كتير كان صباطي خلص حيف من هون، ما عاد في نعل. فالصباط بفتلوا ماي. نعم. قمت أنا عملت كرتوني، فقلت طب ما الكرتوني كمان راح تذوب هلا على المشي بالملعب بالماي. فعملت كرتونتين. ففوت على التواليت انا غيرهم. بس بحبهم يعني، هاو ما بيزعجوني ابدا، عملوني هودي عملوني، بس
مثلا بس انا بن يعني اذا على الفرصه بدي اكل في اكل منقوش يمكن ما اقدر اكل مع البيبسي او اللبن مثلا بس بدي البينات. شو بيعملوا فينا هول؟ يعني هيدا اللي عم بتقوله هلا معالي الوزير هو حال كثير من الناس، وهو حال كثير من الناس اللي عملوا حالهم بحالهم يلي صنعوا حالهم بحالهم. لكن شو بيعملوا فينا هاللحظات؟ بتحس بمعاناه الناس. انا ما بتصدق، انا بسخن اذا بحدا بيطلب مني شغله في اعملها. يعني مش انه هلا بلحظه هيك بلحظه انسانيه عم نحكي ما بدي. لا بالعكس مبسوطين فيها. بنزعج لانه بحسها، خاصه اذا في يتيم او يتيمه او فقير. انتبه، الفقير على طول عنده نفوس كبيره. نعم. يعني مثلا انا كنا اصحابي كلهم احسن من وضعهم. كان بعد ما توفى بي طبعا، يعني كنا نروح على طول كل يوم بدنا نكسدر لضايع حدنا. نعم. ضايع حدنا طبعا اكثر فيها محلات، فيها البوظه، فيها الجاتو، فيها كذا سندويشات تشتري، فش بتضيع كان سندويشات يعني وين ما كان. فانا كنت اتحاشى اروح، لان اذا ضيفوني ما معي ضيفون ارجع مره ثانيه. نعم. الا اذا فيي روح مره نضيف. يعني شغلي اليوم ما بيعيشوا الشباب، يعني اليوم انه كل واحد معه تليفون وكل واحد حتى اللي بس انه في حالات في 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 فقر، بس الفقير عاده عنده كرامته ما بيشكي كثير. بتحسه يمكن اذا سالته بيواجهك بدمعه. نعم. بيواجهك بتطليعه، بيواجهك بكلمه بس لازم تفهمها. صحيح. معالي الوزير، يعني الحمد لله الحال اللي عشته ما عيشت اولادك اياه، يعني اليوم الحمد لله انت ما عيشت اولادي هيك. بس انتبه، انا اولادي بيعيشوا مثله مثل اي حدا. كيف؟ هيدا اللي كان بدي، هيدا بدي اسالك. ممنوع ممنوع. يعني ابني انا شغلي يعني صارت مع بنتي مثلا، رين هلا تخرجت محاميه، يعني تخرجت حقوق وبلشت تتدرج. رين بس خلصت متلام، يعني وحده من الشغلات صار اجت لعندي قالت لي بدي السياره بتروح على الجامعه. صارت يعني قلت لها اوكي، بس ما بعرف اذا بتنزعج لك من انه احكيها وما تنزعج. قلت لها ايه شو بدك سياره؟ شو؟ قالت لي سيارة بورش. قلت لها بابا نحن ما فينا نركب سيارة بورش. قال لي، قلت لها لأنه أنت فيك تجي تقليلي أنه رفيقتك بالمدرسة لا سمح الله أو بالجامعة يمكن عندها مرض مش منيح، عندها سرطان، ندفع يمكن حق بورش السيارة عليها. نعم. بس نحن ما بنركب بورش، نسيه الموضوع. لا ما لا طبعا حكيت لها. بالاخر طلعت نيسان قسطتها من معاشها. أوكي. يعني بعطيها معاش محدد قسطتها من معاشها واكتفت بالموضوع. اولادي على القد بيعيشوا. انا هادي هلا مثلا خلص ماجستير بس بيشتغل موظف بالشركه، بيروح على شغله. كم شهر هلا راح يروح لان قبلوه بالدكتوراه، راح يروح يكفي دكتوراه. بس وعنده حس انساني عجبني. ما مره قلت له اياه، يمكن قال لك بس بسمعها على التلفزيون. خي. اختار بالشركه اداره الموظفين الهنود والباكستانيه، واكل معهم كذا مره كمان عجبتني هاي. واختار ادارتهم وهيك يعني الاهتمام فيهم. حسيت خلقت له كثير هيك شعور انساني تجاه ناس. مدري مين مربيه. لا بتعرف، مش انا قلت له، يمكن مش ضروري تقول له، شايف فيك. شايف. يمكن الاولاد ما بيتربوا باللي بنقوله. لا بتعجبني هاي المساله فيهم. يعني مع الوزير اللي بيعرفك عن قرب بيعرف قديش حضرتك شخصيه محببه ولطيفه، واللي بيشوفك على التلفزيون بالتصريحات بيشوف فيك شخصيه مختلفه. لا عندي موقف ما بغير. يعني بس انا عندي اول شيء انا عندي احتقار للطبقه السياسيه، هاي مساله ما بقدر اخلص منها. يعني عندي مساله، عندي بحتقرهم، ما بقدر اخلص منها. انت ما انك حابب تخلص منها؟ والله ما بقدر. يعني انا عم تضرب لي مصالحي هاي، يعني عم تضرب لي كيف مصالحي. يعني بتصير انت مضطر خدماتك وخدمات الناس وكذا، اوقات بتأذيها بهالموضوع، بس ما بقدر اطلع منها. يعني ما بقدر اطلع من واحد
يعني واحد مستعد يبوس أي إجر تحت لي يضل محله. نعم. واحد مستعد يبوس أي إيد طما يتغير علي شيء. لا بالعكس، يعني أنا يعني خد من هال 12 سنة الأخرينيات اللي احتجت فيهم الصراع السياسي بالبلد، ولا مرة قبلت بوس إيد حدا تبقى بمحل أو تروح على محل أو تأجي من محل. أنا هيك تقبلوني، هيك تقبلوني، ما بتقبلوني هيك أنتوا حرين. نعم. المشكلة عندكم مش عندي. لا أكيد نحن مش اسم، يعني نحن منحبك ومنحب صراحتك، مش عن بعرف أنا، ومنحب عفويتك ومنحب إنسانيتك يلي غالبا ما منحسك إنه شوي بتبعد عن إنك عن تعبر عنه. لا إذا بيعرفوني بيعرفوها اللي بيعرفوني عن قرب، بس أنت إذا كنت ما فيك تقيم الواحد بمقابلة تلفزيونية أو أنتوا عم تعمل معه حوار سياسي. أكيد 100% بحوار سياسي ما فيك تقيمه، بس نعم. إنه اللي بيعرفوني أصحابي كله بيعرفني هيك. نعم. مع الوزير اليوم كانت حلقتنا عن الخوف، وقبل ما أختم مع حضرتك بدي منك رسالة، هالمرة مش سياسية، يعني رسالة إنسانية لهاللبنانية. عن جد اللبنانية خيفانين، وهيدا الخوف صار عم يكلوا مثل ما بيقولوا من جلدهم. يعني من أول موعينا على الدنيا لهلأ نحن ومنسمع الوضع دقيق، المرحلة حرجة، المرحلة صعبة، شوفوا شو بدكم تعملوا. معقول نموت يا معالي الوزير ونضل نسمع المرحلة دقيقة والمرحلة صعبة؟ يعني بدنا أمل وشوية إيجابية لهالناس. رجع قراءة تاريخ، جدودنا كانوا يسمعوا نفس الحكي. طب شو بنعمل؟ منطنش يعني؟ شو بنعمل؟ لا ماشي، نقرر نكون بني آدمين مثل هالناس العايشة بالعالم، مثل أي مواطن عايش بهذا العالم، بيقدر يحاسب، بيقدر يقرر، بيقدر يعرف مصلحته. ولكن أنا بسألك، برنامجك اللي عم تحكي فيه عن الخوف، بتمنى تروح تفوت على السجون تشوف الناس كيف عايشة بالنظرات، في نظرات فيها 100 واحد، فيها كرسي حمام ما في سكر الباب تيقعد بالتواليت. يعني شوف شو هالاعتداء على الخصوصية الإنسانية. روح شوف الأمل، روح شوف الجرب، روح شوف الأمراض. طب هاو مش ناس؟ كيف يعني نحن بالآخر في قضايا كتير إنسانية ما بيقرب لها الإعلام إلا إذا مسكلوا هيك شي قضية معينة وبيقعد بيشتغل فيها الليل نار. خي روحوا أنتوا شوفوا القضية، ما تنطرها تتجي لعندك، ما تنطرها تتجي لعندك، روحوا شوفوا القضية أنتوا. صار وقتها، صار وقتها أنه نعيش كإنسان. ماشي بدي عيش كإنسان، ما بدي شي. وعمول استفتاء وشوف أنت قديش بعد في شباب عنده أمل بلبنان. أنا رأيي ما في 10%، بس عم يخلطوا بين الأمل وبين محبة البلد. يعني لبنان بلد ما فيك ما تحبه. بتروح على أمريكا بتقعد 20 سنة، يا خي بترجع تقعد هون بتطيلع الماي على الدرج ماشي، وبتقعد بلا كهرباء. غريب هاللبناني، غريب بهالقصة. يعني شو بعرفني شو بي يعني عن جد. صحيح 100% 100%. مع الوزير شكرا كثير لك، نورتنا الليلة. أهلا فيك. حديثك الحلو ويعني وتعلمنا منك كثير، خاصة من القصص الإنسانية يلي خبرتنا إياها، وبموضوع الخوف ما في أفضل من وئام وهاب كان يعني يطرح معه هالموضوع. شكرا كثير لك. شكرا لك. تذكروا إنه الشخص يلي ما بيهزم جزء من خوفه كل يوم ما عرف طعم الحياة. صحيح. صار وقتها.